عرفتش شنو راني باغي، راني باغي ندير هذا الروبورتاج علاش هزاوية المعالجة اللي عندي، باش ما نبقاش ندخل ونخرج، إلا بقيت ندخل ونخرج ما غادي نشتت الذهن ديال القاي، وغادي يكون داك الروبورتاج ديالي غادي يكون ماشي دقيق، يعني خص يكون دقيق. توتيا انا ملي كان من نحدد زاوية المعالجة ديالي كان خرج التوتيا. شنو كان يعني التوتيا؟ التوتيا هو اللي قلت لكم قبيله المعطيات الموضوع ديالي، خصني نخرج مثلا غادي ندير موضوع على البيئة، خصني اولا نخرج لاي مكان، خصني نعالج، خصني نشوف شهادة ديال المواطنين، خصني نشوف تدخلات مثلا ديال الجمعية، تلقى واحد النضاب اللي ديك البلاصة كتعاني مثلا من هشاشة البنية التحتية ومن عدم المسالك الطرقية. بحال مثلا غادي نعطيكم واحد المثال في هاد القناة، مثلا راني كندير واحد الروبورتاج الصحفي وجا شي واحد استجوب شي واحد مواطن من ديك المنطقة اللي راني محددها سابقا زاوية المعالجة ديالي، ما حلاش مثلا انا غادي نمشي ندير معاه وغادي يبقى يرد لي على واحد المشكل عنده قديم ولا شي حاجة ما غاديش تفيدني، انا خاصني نهضر غير على ديك الحاجة اللي راني باغيها. وفي الروبورتاج الصحفي عاوتاني ما خاصش الصحفي كيما نقولوا يعيق من هاد المعطيات الرقمية. مثلا انا غادي نجي نهضر على العلوم الشرقية على شي موضوع هكا مثلا متعلق بالشباب، وغادي نبقى غادي نكثر من دوك المعطيات الرقمية، مثلا غادي نمشي نجيب احصائيات المندوبية ديال التخطيط ولا، وغادي نبقى شحال ديال الشباب، شحال ديال الإناء، شحال ديال الذكور، شحال ما غاديش تفيدني. نقدر مثلا غادي نقول داك الشيء بجملة، غادي نقول مثلا مدينة العلوم الشرقية بات حلقة كيشوف شي فيديو ولا شي فيلم هكا.